اوكي مساء السادة، الحمد لله. today we start from ayah number 6 to 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Okay, Mr. Sayyid, alhamdulillah, rabbil alamin, in sha Allah. We'll say this ayat without any mistakes, in sha Allah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.